يعطيكم العافية، كيفكم اليوم؟ طلب مني عدد من الأمهات نحكي عن موضوع المراهقين. كانوا عم جربوا يستفسروا ليش الأطفال بهذا العمر بيكونوا قليلي الاحترام وقليلي الحياة and so on، أو قليلي الأخلاق حتى. أنا بجرب فسر للأهل إنه بهذا العمر، عمر المراهقة، الولد دايما عم بجرب يعمله لا شعوريا أو unconsciously، عم بجرب يبرهن لأهله إنه هو صار شخص ناضج. فلأنه ما بيعرف غير طريقة، لأنه هو بعد منه ناضج كليا، بصير بيتحداهم كل وقت. وكيف بيتحداهم؟ بيقول لا، بيعاكسهم، بيضاديهم. بس هو بكل شيء عم بيعمله انه عم بجرب يبرهن لاهله انه انا ما بقى ولد، انا ناضج. اذكى شيء للاهل بهيك حاله انه اذا الولد عم بيطالب انه يعامل كشخص ناضج، نعامله كشخص ناضج، بالعكس ما بقى نعامله كولد. لانه الاطفال بيوصلوا العمر ما بقى بدهم اهل كاهل تربيه، بيصير بدهم اهل كاصدقاء يعطون نصائح. وصدقوني في كتير من المراهقين بيمشوا بالنصائح، خصوصا لما نفسر لهم اللي عم نعطيهم نصيحة، هاي صح لأنه هيك وهيدي غلط لأنه هيك. وبنفس الوقت ما تخافوا كأهل تصارحون لأولادهم وفسروا لهم لأولادكم أنه أنتم بسن المراهقة، هيدا كله التحدي وقلة الاحترام وقلة الحياة، عم بتجربوا تبرهنوا أنه أنتم أشخاص ناضجين وإندبندنت، يعني غير تابعين لإلنا، فيكم تاخدوا قرارات منكم لحالكم. وفينا نفسر لهم كمان أنه إذا بدكم أنه نعاملكم كأشخاص ناضجين، المفروض أنتم كمان تتصرفوا كأشخاص ناضجين، لأنه الناضج ما بيقلل الاحترام، ما بيقلل الحياة، بالعكس بيحترم الأكبر منه. لما نفسر لهم هالأمور بطريقة رايقة، أو بطريقة بنتعامل معهم مش كمراهقين ولكن كأشخاص who are mature، يعني ناس نضجوا، أكترية الأولاد بيقدروا يتجاوبوا بطريقة إيجابية لهالموضوع. فكونوا رايقين، جربوا ضلكم رايقين مع الأولاد، فسروا لهم ليش هن عم بيتصرفوا بهالطريقة. وإن شاء الله المرة الجاية بنرجع بنحكي عن موضوع تاني. Please stay safe وخليكم بالبيت.